بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني ربي كما تقول أنت يحبس إنسان غير متدبر للقرآن، مش كان صالح بهم أن يتدبر القرآن صدير مديتي للقرآن كونتمبلي لي ديفيرون ميراكل القرآن كونتيا سي كلك شو دو تري 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 بيان تري تري بيان لوسكون كونتمبلي أو مديت تو مو كونتوني دو القرآن. يقول مولانا أفلا يتدبرون القرآن؟ علاش بوركوا إنو مديت با القرآن؟ سي كي يا كلك شوز أون لور فور انتيريور يا كلك شوز كي ليز أوبليج أن نو با donner au Coran sa valeur concrète malmousa يعني قيمة القرآن يلمسها كل إنسان وجاد ما تسلطش عليه الشيطان. وانتم اللي تكروا وتكفروا بالقرآن وتكروا القرآن وتجمعوا بينه وبين الموت، يعني تنفروا منه أي سكر هل ما يسميش القرآن القرآن، سكر علينا فك علينا هيا بدل الصحن، يعني الصحن اللي مش يفيدك يوما ما، هاكل ما أكل هدية الربانية هذيك قربان. لو فهمت قصد القرآن مش يكون عندك قربان وقربان عند الرحمن، لأن كلما قدرت القرآن وكلما عملت بما أو ببعض ما جاء في القرآن فأنك كنت في إنوفروند أديو، يعني عملت قربان ليرضى عليك الرحمن، يرضى عنك الرحمن. والسلام علينا أهل الإسلام.